的，所以。مرحبا، كيفكن؟ يا ربي دائما تكونوا بألف خير، مشتقت لكم وبتمنى هيك دائما تكونوا بألف خير. تذكرت فطاير الزيتون الأخضر، كتير طيبة كنا ناكلها بحلب، وحبيت أعملها بالبيت، بس يعني متكاسلة كمان حتى أنتظر العجين وهيك، بدي أكل يعني بسرعة وهنكها هيك أكلها خلال 5 دقايق. لذلك راح أعملها اليوم برغيف الخبز، يعني نفس المكونات، أحطها برغيف خبز وأكلها، وإن شاء الله هيك يا ربي تعجبكم الوصفة. ولا راح نشوفها مع بعض. طبعا مو زيتون الجبلي، كنا بسوريا نجيب الزيتون الجبلي، هذا زيتون كنا نكلسه بس يعني بمادة التكليس، وخشن هو بيضل يعني ما بكسره تكسير، في منهم كمان بحبوا يكسروا هالنوع يعني من الزيتون. الجبلي بيجي أنعم، هذا خشن، نحن هون المتوفر، طبعا نحن خارج سوريا المتوفر هو هالنوع هذا، لذلك بناكله بدل الجبلي. هذا بنطالع البذرة بهالطريقة سهلة كتير، إذا شفناه هون كبيرة يعني فينا نقطعهم بالسكينة. شوفوا في منهم بيطلعوا بسهولة، في منهم شوي هيك بكونوا لزقانين بالبذرة، فينا نطالعها بالسكينة وبنكمل هيك أسهل أكيد يعني للسرعة. أي وقت خطرنا على العشاء على الفطور الخبز جاهز، ففينا نعمله بسهولة أكتر. هلا عنا معجون الفلفلة الحمراء، ملعقة طعام، كمان الزعتر الأخضر. أنا منزلة طريقة حفظة يعني عندي بالبيت، اللي ما عنده كمان فيكم طبعا تطحنوا الزعتر الأخضر اليابس وترشوا كمان بيصير هيك مشان تصير أطيب وأطيب. بدنا نضيف شوية كمون، حنضيف زيت الزيتون، هلا الاحسن طبعا ان نحركها بايدينا اكيد مشان تختلط بطريقه جيده. هيك اختلطت بطريقه كتير جيده، يعني منظرها بشهي اصلا، يعني بتاكل هيك بدون لسه ما نشوي السندويش. وهلا رح نمد رغيف الخبز، بنمدهم بهالطريقه. ضفنا شوية جبنة، أي نوع جبنة بنفضلها فينا نحطها، موزاريلا أو أي جبنة يعني هيك إذا حبينا. طبعا يعني مو شرط أبدا، لأني نكهتهم هيك مثل ما هن كافيين ووافيين، السادة كتير طيبة كمان. وفينا كمان مثل ما حكينا نضيف الجبنة، وهلأ بنلفها للسندويشة بهالطريقة. فينا اكيد بالخبز العادي كمان شويه. بنبلش نحط شويه زيت بس ما بنكتر، وبنوزعه، وهي بنحط لك السندويشات هي كمان اللي سويناها بالخبز. وهلا كمان بندهن وش السندويشه كمان بالزيت. شوفوا الافضل يعني لاي سندويشات هيك الواحد يكبسها شوي. كمان هي كاسة الشاي رح نزهزها مع الفطور. طفينا طبعا النار، بعدين حطينا الشاي، بتطلع هيك اطيب. بنستنى شي كم دقيقة لتتخمر الشاي، اكيد بتعرفي. يا سلام تحمر هيك بطريقة حلوة. نرجع بنكبسهم شوي،
تمام. هلا كلهم استووا كمان من تحت. وهلا رح نقسمهم. يعني جد شهية وبتمنى تجربوها، كتير كتير طيبة. وهلا رح نصب كاسة شاي. طبعا السكر اختيارية، ممكن تحطوا قليل ممكن كتير، رح اقلل. هلا هيك وجبتنا صارت جاهزة. اوكي، اول سندويشة رح ناكلها. كاسة شاي طبعا جنبها. الله يعجبكم الفيديو وتدعمونا بالضغط على زر الاشتراك واللايك وتفعلوا زر الجرس لتصلكم كل الفيديوهات الجديدة. إلى اللقاء مع أكلة جديدة ووصفة جديدة، وباي باي.